شوفوا يا أولاد، عم بحكي معكم هلأ مو بصفتي مدير الشركة أو صاحبها، بس بصفتي أبو لمراد ورفيق أبوك اللي بعزه كتير. بدي أعرف بالتفصيل شو اللي صار بالضبط. مراد الخانم بالأول سونا. الحقيقة أنه ابنك ما بيعرف الزق إلا قدامك وما بيتعامل فيه بنوب معنا. أنا بكون مزوق مع اللي بيستاهل. أنا مو معقول ضل على هالوضع كل يوم مع شخص ما عنده احترام إلي بنوب، وأنا مالي مضطرة أصلاً إني أتحمل هالشي. أنت بتعرفني إني أنا كتير محترم وما بغلط مع حدا بنوب، بس اللي بيغلط أكيد بده يتعاقب. ما بحب الغلط، ما بطيقه. خلصنا بكفي. إذا قلتلكن إني عم بحكي معكم بصفة أب، مو لحتى تاخدوا وش وتتخانقوا قدامي مثل أولاد. طبعاً بس بدي أعرف شغلي وحدي، أنت ليش استقلتي من شغلك؟ يا ريت تسأله هو بيقلك. مراد حست حالها ما لقت هالشغلة وإنه لازم تستقيل لتصلح الموقف تبعها. إيه وشو هو هالموقف اللي بدي صلحه بالله؟ احكوا لشوفوا خلوني أعرف شو اللي صاير بقى. أنا ما عندي شيء أحكيه بنوب، تربيتي ما بتسمح لي أقول شيء. عمي خليه على راحته، أصلاً ما بيهمني إذا حكى أو ضل ساكت. أنا غلطت إني اشتغلت هون. بتشكركن كتير على هالفرصة، كنت بتمنى من قلبي إني كفي معكن، بس أنا حابة أطلب منك طلب. قولي لي يا بنتي. بتمنى إنه ما تقول لبابا شو اللي صار معي، يعني أنا حابة هالشي يضل سر. طبعاً طبعاً لا تخبري، أكيد هذا هو الشيء الصح. شكراً كتير على كل شيء. بخاطرك. الله معك يا بنتي، مع السلامة. اللي عجبك اللي صار ما هيك؟ أنا ما عملت شيء وما غلطت أبداً، هي اللي ما لحابة تضل هون. مراد أنت هلأ عم تنزع العلاقة بيني وبين رفيق عمري، عمل أي شيء وصلح الموقف. المشكلة مو مثل ما أنت مفكر، والنقاش منهي فيها لو سمحت. ليش ما قلتي له لبابا بشو أنا اتهمتك؟ شو خجلتي؟ ليش أنت ما قلت له هالحكي؟ ولا بتعرف إنه ما له صح؟ يلا روحي ودوري على شغل تاني.